السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. عندي بس سؤال يا شيخ، يعني أتمنى أن تجاوبني عليه بفضل واحد إن شاء الله. الله المستعان. ما هو سبب الخلاف والاحتدام الحاد الأزلي بين الأزهر والجماعات السلفية؟ لا، كلام السؤال غلط. غلط لماذا؟ لأنك جعلت الأزهر كتلة واحدة. لا، الأزهر في قوم صالحون سنيون يتبعون كتاب الله ويتبعون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هناك شرذمة من الأزهر تتبنى الفكر الأشعري الذي لم يكن عليه الصحابة ولا التابعون يتبنون الفكر الأشعري، وهذا الفكر فكر زائغ بعيد عن الكتاب والسنة، فينفون عن الله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه. باختصار، الله ذكر عن نفسه أنه في السماء سبحانه وتعالى، وكذا ذكر رسوله. هم يقولون الله ليس له مكان، فصادموا النصوص وخالفوا أدلة لا حصر لها. إني متوفيك ورافعك إلي، إني متوفيك ورافعك إلي. قال فرعون، حتى فرعون يفهم عنهم، قال فهم من موسى أنه يقول إن الله في السماء، قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. والله قال آمنتم من في السماء، إلى غير ذلك. صفات الله التي أثبتها لنفسه ينفونها، ينفون صفات الله عز وجل. الله ذكر أن له وجها لكن ليس كوجه خلقه، هم ينفون الوجه، ينفون اليد، ينفون صفات رب العباد، ينفون المجيء، ينفون الإتيان، وكل ذلك ثابت في الكتاب العزيز على الوجه اللائق به سبحانه. هذا مختصر الكلام، لكن ليس الأزهر بكتلة واحدة على هذا، إنما هناك من الأزهر علماء سنيون، وإن كان الأشاعرة توغلوا فيه وحاولوا ويحاولون أن يجعلوا وجهة الأزهر، يحاولون بكل طاقتهم أن يحولوا وجهة الأزهر لأشعرية، ولن يفلحوا في ذلك، لأن هناك من الأزهر أهل فضل وأهل صلاح يعملون بالكتاب ويعملون بالسنة، لكن هؤلاء الذين هم أشاعرة الآن يعكرون على أي شخص سني يريد أن يأخذ شهادة الدكتوراه إلا أن يكون أشعريا. أشعري تأخذها، مش أشعري تحفظ عليه. فلكن الحمد لله في الأزهر قوم من أهل الفضل، من أهل الصلاح، ويتبعون الكتاب ويتبعون السنة، خلافا للأشاعرة الذين تقلدوا بعض المناصب في هذه الهيئة.